نروح لشأن آخر، وهو تنفيذ حركة حماس الفلسطينية لبنود مخطط تركي قطري بمباركة الجماعة الإرهابية، على عكس ما يبدو للبعض من أن الحركة ترتدي ثوبا ما تدعي أنه مقاومة، ولكنه في حقيقة الأمر هو تنفيذ لبنود هذا المخطط التركي القطري. طيب، يعني طبعا واضح أن هناك تفريغ لعناصر وتحركات إرهابية هدفها زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، بتسعى الحركة لتنفيذ ما تراه يصب في مصلحتها بغض النظر عن تقديرها لمواقف مختلفة خاضتها مصر لصالح القضية الفلسطينية، وده بينم عن عدم وفاء من جانب الحركة التي تدعي الوطنية. ومن ينظر إلى ما تم رصده على مدار سنوات من تكوين ثروات ضخمة نظير المتاجرة بالقضية الفلسطينية وشعارات وخطب حماسية، هذا هو كل ما تملكه حركة حماس للمتاجرة بقضية شعبها. احنا معانا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة الدليل، خبير الشؤون الدولية. أستاذ أسامة مساء الخير وأهلا بحضرتك. الخير يا فندم. أستاذ أسامة، دائما ما ترتدي حماس ثوب المقاومة، على الرغم من أنها في الحقيقة بتنفذ مخطط مرسوم لها وهو المخطط التركي القطري ومباركة طبعا الجماعة الإرهابية اللي زعزعت الاستقرار والأمن في المنطقة. كلمنا أكتر عن المؤشرات اللي بتدل على ده. طيب يا فندم، علشان الناس تفهم الكلام اللي احنا بنقوله، في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضرتك دلوقتي في قصف إسرائيلي على جنوب شرق قطاع غزة، محطة الكهرباء اللي في غزة خلاص قفلت لأنه ما فيش وقود، في 2 مليون فلسطيني بتلعب بيهم حركة حماس وبتستفز إسرائيل، وفي طبعا حركة تصعيد ضخمة للغاية موجودة في هذا القطاع. هذا الأمر أفضى إلى أن وفد أمني رفيع المستوى وصل إلى غزة امبارح من أجل نزع فتيل هذا التصعيد، ولكن للأسف احنا ما وصلناش لحاجة. في نفس اللحظة برضو وفي مكان آخر، المخابرات التركية يعني المخابرات المصرية رايحة تنزع فتيل تصعيد رحمة ب 2 مليون فلسطيني، في نفس الوقت بتكشف المخابرات البريطانية ان في اسطنبول 12 من قيادات حماس خدوا الجنسية التركية وخدوا باسبورات تركية، وبرعاية المخابرات التركية والفلوس القطرية يخططون للقيام بعمليات تخريبية في بعض الدول العربية ومنها مصر. في لحظة واحدة صورتينهم. يعني لما نيجي بقى نتكلم حوالين نكران الجميل، يعني ده كلام يعني احنا متجاوزينه خالص. ومش كده بقى وبس، ده في اللحظة اللي انت فيها عندك حكم قضائي بأن حماس هنا في الدولة المصرية بأن حماس منظمة لها علاقة بالجماعة المحظورة بأنها جماعة إرهابية، والحكم ده قديم قوي، إلا أن مصر ما بتسيبش فرصة لمساعدة الشعب الفلسطيني وبالذات الشعب الفلسطيني في غزة، وبتقف طيلة الوقت إلى جوار الفلسطينيين، وأنه ما يبقاش فيه تصعيد مع إسرائيل لأنه المسألة وصلت إلى حدود لا يمكن أن حد يتخيلها. أيضا وأنا بتكلم مع حضرتك، إسماعيل هنية الآن في تركيا بيتقابل مع أردوغان. إحنا قدام مشهد في الحقيقة غاية في الغرابة، ومحدش في الدنيا يقدر يفهم بقى هذا المشهد. أنت في اللحظة الحاضرة التي تصعد فيها مع إسرائيل وفي ترتيبات جيوسياسية بتحصل في المنطقة، وإحنا عارفين هذه اللحظة التي تستدعي منك أنك تستدعي محيطك العربي وأنك تاخد بالك من التطورات الخطيرة في قضيتك الرئيسية وهي تحرير الأرض العربية، لا حضرتك بقى حاطط كل ده جنب وبتبتدي تخطط للقيام بعمليات في دول بتعتبر يعني ليه؟ ده انت المفروض الداعم بتاعك هو هذا المحيط العربي، الإمارات داعم ليك، مصر داعم ليك، الدنيا دي كلها داعمة ليك. وإذا كانت مصر امبارح اللي هو الاثنين بعت وفد من أعظم رجالها في المخابرات العامة علشان نزع فتيل خطير جدا، احنا بقالنا كم يوم في هذه المسألة، ونلاقي انه في نفس هذا التوقيت بيتم التخطيط من قبل حماس برعاية المخابرات التركية وبالمال القطري من أجل إحداث عمليات تخريبية في بعض الدول العربية. طيب ده موقف مش مفهوم ولا يمكن ابتلاعه ولا يمكن التغاضي عنه ولا يمكن ان اي مصري شريف انه يقبله مهما كان. بقى هتقول لي انا حركة مقاومة،
على راسي، ولكن اين مجهود سلاحك؟ في صدري انا، يبقى انت بقى مقاومه تبع مين بالظبط؟ دي نقطة مهمة وجزئية مهمة يا استاذ أسامة. يعني مصر فعلا قدمت الكثير من المساعدات ولا زالت تقدم. امبارح الاثنين، انا مش بتكلم على صحيح تاريخ، انا بتكلم امبارح يعني من صحيح ساعات. والحقيقة ان مصر دفعت ثمن ده كتير يعني ولا زالت تقدم وتدفع الثمن من اجل القضية الفلسطينية، لكن حركة حماس الحقيقة بتقوم بممارسات بيعتريها نكران جميل كبير بالنسبة لمصر. إلى امتى ستظل مصر صامتة تجاه هذه الممارسات؟ شوف يا فندم، مصر عندها ثوابت، وثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية ما حدش يقدر يزايد عليها أبدا. حاولوا المزايدة علينا من أيام اتفاق السلام لحد النهاردة. ما الذي صدر عن مصر؟ مصر طول الوقت هي الدعم الرئيسي، مصر طول الوقت هي التي تقدم التضحيات، مصر طول الوقت هي اللي واقفة جنب منه حتى في أزمة كورونا، وحتى النهاردة يعني الفترة اللي فاتت اتفتحت المعابر برضو للتخفيف الضغوط على القطاع غزة، وزي ما قلت 2 مليون فلسطيني محشورين في 345 كيلومتر مربع. يعني دي مأساة. ومع ذلك هناك عبث، وهناك كيل بمكيالين، وهناك ادعاءات عنترية. طب يعني انت مفروض انك تشوف قضيتك الرئيسية، ولا قضيتك بقت النهاردة هي مش بس انحراف سلاحك، لا وكمان حضرتك عايز تبقى جزء من معادلة الإرهاب في المنطقة. يعني ما هو ده كلام كمان لازم يوقف الواحد شوية. صحيح ان احنا في لحظة خطرة بالنسبة للقضية الفلسطينية، وفي لحظة فيها كتير من الثوابت لابد من إعادة النظر فيها، وفي لحظة لازم تتكاتف فيها الجهود من أجل إيجاد حل عادل وسريع وحاسم للصراع العربي الإسرائيلي. ولكن ما تقوم بها حماس ده أجندة تانية، حكاية بقى الأطماع بتاعة أردوغان ودماغه اللي يعني في اللحظة اللي احنا برضه بنتكلم فيها جماعات تابعة لنفس التنظيم المشبوه وبتمويل قطري وبتخطيط تركي راحت تسيطر على معبر راس جدير ما بين ليبيا وما بين تونس. الله، ده احنا ابتدينا، وابتدينا بقى في ان احنا نقوم بدور تخريبي في المنطقة. وفي الوقت اللي فيه لازم المنطقة تنتبه للتحديات اللي عليها، لا تطلع لك حركات ويطلع داعمين ويطلع ممولين للإرهاب مرة أخرى. أنا من شوية بتابعكم وشفت طبعا التعليق على التمويل القطري لحزب الله، ما هي نفس القضية. صحيح، إحنا في نفس الخندق. صحيح، نزلنا قدام حركات بتتشح بالإسلام، والإسلام منها براء لأنه الناس دول ما بيكلموش باسم الإسلام ولا بيفكروا حتى بالتأكيد هذا الفكر الراقي الإسلامي، إنما للأسف البالغ هؤلاء الناس أكيد اختاروا هم اختاروا خيارات تانية خالص. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ أسامة الدليل، شكرا على هذا التوضيح، شكرا ليك.